هلا في السؤال اللي بعده اللي هو prove that if n is an odd number then 3n plus 2 is odd. هلا هون عند ال n اللي هو الاشي اللي كتير بسيط وسهل موجود في الشرط، والاشي الطويل والصعب اللي هي 3n plus 2 موجود في جواب الشرط، معناته هون انا بقدر احله باستخدام طريقتين اللي هي الدايركت بروف والبروف باي كونتراديكشن. اكيد لانه البروف باي كونتراديكشن لكل الاسئله بقدر احلها باستخدامها. هلا هون اول اشي اللي هي رح اعمل لها translate اللي هي if n is an odd number اللي هي p imply q اللي هو هاي الجملة. هلا بتصير عندي هل هي assume that n is odd اللي هي n equal 2k plus 1 اللي هي اعطيتها الشرط تاع العدد الفردي. بعدين هون بدي اعمل بروف ذات اللي هي 3n plus 2 is odd. ف3n plus 2 equal قيمة n بدي اعوضها في المعادلة بتصير 3، بفتح قوس بحط هذا كله ياته محل قيمة n اللي هي 2k plus 1، بعدين بجمع له 2 اللي هي plus 2. هلا الثلاثة رح ادخلها على القوس بتصير عندي اياها 6k plus 3 plus 2، بجمع هدول الرقمين بتصير 6k plus 5. هلا هاي ال 5 لو اخرجت منها 2 عامل مشترك رح تكون عبارة عن عدد كسري اللي بضل. هلا اذا كان عدد كسري فهنا الحل اكيد رح يكون غلط، لانه انا عم بتعامل بمثل هيك اسئله في الدومين اللي هو الانتجر اللي هم الاعداد الصحيحه وبس. فعشان هيك بفكر اني اخرج الخمسة هي عبارة عن 4 زائد 1، 4 زائد 1 رح يعطوني 5. اذا الاربعة اخرجت منها 2 عامل مشترك فرح يضل عند الجواب 2 الباقي، فالجواب رح يضل من الانتجر نمبر. فعشان هيك بتصير عندي 6k plus 4 plus 1. هلا من هدول بحطهم جوا اقواس بخرج منهم 2 عامل مشترك بضل عندي 3k plus 2 كلها plus 1. هلا هذا اللي هون بروح بفرضه أي قيمة تانية اللي هي مثلا قيمة L، فبتصير عندي إياها 2L plus 1 بنزله زي ما هو. هلا هذا اللي هون هو بيشبه الشرط هذا اللي هو تاع الشرط الفردي. بما إنه بيشبه الشرط تاع الفردي معناته هاي القيمة كاملة صارت عندي إياها إتس اللي هي odd. It's odd. بما انه انا اثبتتها انها odd وبالسؤال بده اياني اثبتها odd، فهيك قدرت احل السؤال. هلا ونفس هذا السؤال رح نقدر نحله طبعا اكيد باستخدام البروف باي كونتراديكشن اللي هو اثبت انه في عندي تناقض. هاي رح افرض الشرط انه يكون true فرح يضلها عندي اياها قيمة n is odd، والجواب الشرط اللي هو قيمة ال q رح اثبت انها false فرح يكون تصير عندي اياها بدل odd رح تصير عندي اياها even. بما انه هون رح تصير even وهون انا اثبتتها انها odd فوقتها رح يصير في عندي contradiction اللي هو التناقض. هلا prove that if 3n plus 6 is even then n is even. هلا هون في عندي اشي طويل والصعب موجود في الشرط، والان اللي هي الاشي اللي كتير بسيط موجود في جواب الشرط. حكينا مثل هيك نمط من السؤال من الاسئلة رح نقدر نحله باستخدام الدايركت proof by contradiction والproof by contrapositive. هلا الproof by contrapositive اللي هو هون لما اعمل لها translate رح تكون p imply q اللي هي هون عندي ال f، فعشان هيك حطيت الimplication. والجملة اللي بعد ال F هي عبارة عن الشرط اللي هي أعطيتها الرمز P، والجملة اللي بعد ال then اللي هي N is even أعطيتها الرمز Q اللي هي جواب الشرط. هلأ بال proof by contrapositive لما أحله رح أعمل لها باستخدام ال equivalent rules اللي هي بدي أنفي ال two proposition أو two variables اللي أنا عندي إياهم وأعكس أماكنهم، فبتصير not Q imply not P. هيك انا خليت الاشي البسيط والسهل موجود في الشرط طبعا بعد ما نفيته، والاشي الصعب خليته موجود في جواب الشرط بعد ما نفيته. فبتصير عندي اياها assume that n، طبعا قيمة n كانت موجودة في جواب الشرط خليتها تصير في الشرط بعد ما نفيتها، كانت قيمتها even بعد ما نفيتها صارت odd، هنا is odd. بعدين اللي هي بما انها odd معناته قيمة n رح تكون 2k plus 1
اللي هي الشرط تاعي الفردي. بعدين بدي اعمل prove that اللي هي 3n plus 6 is odd، اللي هي لما كانت قيمتها even كانت موجودة في الشرط، بعد ما استخدمت الequivalent rule نفيتها وحطيتها في جواب الشرط، بما انها كانت even لما نفيتها صارت عندي اياها odd، معناته هلا بدي اثبت انها هي odd number. هلا هون بتصير عندي اياها اللي هي 3n plus 6 equal اللي هي 3 في 2k plus 1 plus 6. هلا بدي ادخل الثلاثة رح تصير عندي اياها 6k plus 3 plus 6. هلا 6 والثلاثة هي عبارة عن 11 اللي هي 6k plus 11. هلا هاي هون ال 11 هي اللي هي ال 11، طبعا اذا خرجت منها الاثنين عامل مشترك رح يضل في عندي عدد كسري، والدومين حكينا انه هو عبارة عن integer number بس، فعشان هيك ال 11 هي عبارة عن 10 زائد 1، فبصير عنديها 6k plus 10 plus 1. هلا من هذول بين اقواس بخرج منهم الاثنين عامل مشترك، بضل عندي 3k plus 5 بلس 1 بنزلها، هذا بفرضه أي رمز بدي إياه، مثلا الرمز S بتصير عندي إياها 2S بلس 1. هلا هذا الشكل هو عبارة عن الشكل تاع الشرط تاع العدد الفردي، فمعناته هون أنا أثبتت إنها it's odd number. هلا بما إنه أثبتت إنها odd وهو بده إياها odd طبعا بعد ما عملت الـ equivalent rules، فهيك الحل صح. هلا لو بدي أحلها نفس هذا السؤال اللي هي قدرت أحله باستخدام الـ proof by contrapositive، إذا بدي أرجع أحله باستخدام الـ proof by contradiction. هلا الـ proof by contradiction حكينا إنه بدون ما أعمل الـ equivalent rule، الـ equivalent rules هاي رح عادي من هاي رح أقدر أحلها، اللي هي الشرط رح يكون عندي يا true وجواب الشرط رح يكون عندي يا false، فبتصير عندي يا اللي هي assume that 3n plus 6 is even اللي هي true and n is odd اللي هي نفيتها فصارت odd. هلا باخذ قيمة n بساويها في 2k plus 1 اللي هي الشرط تاع ال odd number، وبعدين 3n plus 6 equal اللي هي 3 في 2k plus 1 plus 6. بعدين هلا هون بدي ادخل الثلاثة على القوس، بتصير عندي اياها 6k plus 3 plus 6، هاي رح اجمعهم بتصير عندي اياها 6k plus 11. هون ال 11 هي عبارة عن 10 plus 1 اللي هي 6k plus 10 plus 1، هون رح اخرج منهم الاثنين عامل مشترك، رح يضل عندي اياها 3k plus 5 كلها plus 1، هاي عبارة عن الرمز S مثلا، فبتصير 2S plus 1. هلا هاي 2S plus 1 هي عبارة عن إنها it's odd number. هلا بما إنها هون أنا أثبتت إنها odd، وفي السؤال بعد ما حولتها إنه خليت الشرط عبارة عن true وجواب الشرط عبارة عن false، فصارت عندي إياها هون even، فبما إنها even وأنا أثبتتها odd فهون صار في عندي تناقض اللي هو contradiction. يعطيكم العافية.